كورونا صراحه انا ميبالي في الاول خفت انا من داك النوع اللي ما كيشربش الدواء، يعني كان خاف من المرض. ولكن صدعت لسفيان راسو قلب عليه قال لي بلي راه ما تيقتلش، يعني ماشي شي مرض خطير، الرواح اكثر منه. غير انا قلت يمكن غير باش يخرجوا الدواء ديالو، هادشي غير استثمار وصافي، يعني ماشي شي حاجه اللي صعيبه. ونتمنى والله يبعد عنا في المغرب، ما خصناش. كنفكر ندير مقلب ديال الكورونا لشي واحد من لا فامي، وجيسبر ما يشوفوش هاد اللقطه باش تصدق فيهم الفكره. بغيت نشوف رده الفعل ديالهم، وعارفه انه غيتخلعوا حيت حنايا كنخافوا من المرض، مغاربه اون جينيرال راه كيضربك البرد ما كيقدرش يبقى بارك حداك. نشوفوا ان شاء الله فلاشين عندي.